أكيد مثل ما استمتعنا مع هالعزف الرائع يلي هو غذاء للروح، أكيد هلا وصلنا كمان بهمنا الغذاء الجسدي. الجسدي. أكيد ليا، اليوم ضمن صباحنا رح يكون أكيد معنا فقرة تغذية، والفقرة يلي كتير بتهم الأشخاص خاصة برمضان. أكيد فيهم يتواصلوا معنا أيضا يا أريج، فيهم يتواصلوا معنا على الرقم 011-4437-30-7، ولكن قبل ما تبدأ فقرتنا خلونا نتعرف على تساؤلاتكم لليوم بالمادة التالية. بين فقدان الوزن وزيادته وهواجس النحافة يلي بترافق شهر رمضان، وبين العادات الصحية الخاطئة وأنواع الأطعمة والمشروبات يلي بترافق الإفطار والسحور، فهل شهر رمضان مناسب لعمل الحميات الغذائية أو زيادة الوزن لا مفر منها؟ أسئلة كتير بتراودنا بهالشهر الكريم، وأجوبتها رح تكون ضمن فقرتنا صحية لليوم مع الضيف المختص باستوديو صباحنا غير. يمكن كثير من الأشخاص بشهر رمضان بيلجأوا لعمل الرجيم للحفاظ يمكن على وزنهم وتنحيف البطن بسرعة بالشكل الموجود عليه، يمكن كمان هن بيخافوا شوي من زيادة الوزن نتيجة الأكل والحلويات. أكيد أريج، فتعب الصوم خلال شهر رمضان وتبدل العادات وتغيير مواعيد الطعام أكيد بصير في حالة عدم استقرار بالجسم، وخاصة يمكن بتزيد حالة الإرهاق والكسل والخمول وأيضا زيادة الوزن وبينتزع الرجيم. مواضيع كثيرة رح نتعرف عليها مع أخصائية التغذية نور صبان. صباح الخير يا نور. صباحكم ورد. أهلا وسهلا نور. أهلا فيكم نور. دائما بشهر رمضان كثير من الاشخاص بيحاولوا يتبعوا نظام غذائي صحي لحتى ما يزيد وزنهم، او بيلجأوا لهالنظام لحتى يخفضوا من وزنهم. اليوم قديش بيقدر بالفعل الصائم يتبع هيك حميات؟ بدنا نكون اول شيء نعرف مزبوط شو عم نعمل وشو عم ناكل، فما بصير انا كثير شكل، اذا على فرض انا حاعطي فور اكزامبل انه انا بدي نقص وزني، اجي انا كيف طيب بدي نقص وزني وانا حاطه عده اصناف غذائيه اللي هي حتكون متنوعه، وخاصه في كثير عادات غذائيه اللي هي بترتبط بالعادات اللي عندنا نحن، انه في مثلا لازم المفروض انا احط سمبوسك وكبه، انه هي نقرشه يعني، طبعا يعني لسه انا ما بلشت بالوجبه الرئيسيه، انا عم كون عم باخذ كميه من الكالوري اكثر من حاجتي، بالتالي شلون انا هذا الشيء عم بعمله من خلال انه اخذ مثلا كبه برك واخذ بعدين الوجبه الرئيسيه، فهذا كثير غلط. حاول انه يكون في عنا سلطة شوربة والوجبة الرئيسية، ما كتر كتير الاصناف كرمال ما انا انه اجي اضطر واخذ هاي الاصناف كلياتها ويصير في عندي زيادة بالوزن، لانه دائما انا لما اتبع هاي العادات الغذائية حيصير في عندي دائما تأثير سلبي على جسمي. نعم نور، يمكن كمان في كثير من الاشخاص كانوا بيروحوا على الرياضه او بيعملوا رياضه المشي او الرياضات بالبيت، وخلال شهر رمضان يمكن تتوقف هي انواع الرياضه، قديش مهمه الرياضه وخاصه يمكن قبل الفطور واوقاتها الصحيحه يلي لازم يمكن نقوم فيها خلال شهر رمضان؟ هلا الرياضه كثير مهمه جدا جدا للجسم، لحتى الشخص يحافظ على وزنه، يحافظ على رينج اللي هو وصل له، سواء كان هو من قبل شهر رمضان الكريم انه هو قبل ما انه يبلش مثلا بحميه معينه، او حتى برمضان كرمال ما يصير في عندي زياده بالوزن، لانه انا عم باخذ عده اصناف غذائيه متنوعه، وبالتالي مثل ما حكينا عن موضوع انه نحن بيتغير عنا كثير تغييرات فيزيولوجيه بجسمنا. فانا اذا بدي تمارس الرياضة في عندي حلين. هلأ عندي في دائما عنا آخر ساعتين من النهار هنا مثلا من بعد الساعة 5، في عدة دراسات قالت أنه أنا المفروض أنه أعمل الرياضة قبل الإفطار تقريبا بساعتين، فأنا ما بفضل هذا الشيء، بفضل دائما بعد الإفطار بساعتين، لأنه دائما يكون في عندي أنا إنرجي لحتى أقدر أقوم بالعمليات الرياضية. يمكن قبل الإفطار بساعتين بتكون عقوبة يمكن للصائم.
تمام، لانه خاصة بالشوب هلا. هلا شخص مثلا نحن في عنا دائما حرق، اول شيء نحن بنبدا دائما بحرق الكربوهيدرات، فانا شو بكون عم بعمل؟ لما انا اجي مثلا اخر ساعتين بكون انا جسمي خالص، هو من الاساس انا عم بصير في عندي حرق بالكربوهيدرات، انا خلص محروقه هي وخالصه يعني هي اوريدي يعني. فانا شو بصير عندي لما اجي انا والله وزيدها بزياده؟ رح يصير في عنا تدمير للخلايا، تدمير للعضلات، لانه انا استهلكت الكربوهيدرات خلال النهار وبعدها بستهلك الدهون وبعدها البروتين اللي هي موجوده هي الاساس لبناء العضلات. كمان يمكن الحلوه برمضان ودائما الماكولات الطيبه بيكون فيها زياده بالسعرات الحراريه. اليوم قديش ممكن الحلويات برمضان نقدر ناكلها باعتدال وما تاثر على وزننا؟ الحلويات بترجع كمان لعادة غذائية. هلا أنا شخص بالمجمل ما فيني أنا أجي أقول لشخص هو متعود يوميا أنه أنا ياخذ أي صنف من الحلويات سواء كنافة أو سواء أنا أجي والله أقول له يلا أنا بدك تلغيهم تماما وبدلهم بالعسل، يعني نوي يعني أنه هو بالتالي ما رح يقدر يتحمل هذا الشيء، يعني ما رح يقدر نهائيا أنه أنا حول له هي هذا التغيير كله. فشوي شوي أنا ببلش معه، فينا ناخذ نحن الحلويات ولكن مو يوميا او بشكل يومي، لا مثلا على فرض يعني ممكن انا اخذها كل اسبوع مثلا مره، بس برجع بكرر مره ثانيه لشخص هو متعود يوميا انه هو عم ياخذها مستحيل يعمل هذا الشيء. كيف بعمل؟ عندي قطعه كنافه مثلا بلش بقسمها، انا شوي شوي انا بصير بتعود على الحجم المعين، بصير بشبع اكثر، هي بالنهايه عاده غذائيه لا اكثر ولا اقل، والا ما بترتبط ابدا نهائيا بحاجه الجسم بشكل رئيسي، لانه نحن بحاجه كربوهيدرات، بحاجه نحن السكريات، ولكن يفضل انه انا اعوضها بالسكريات الطبيعيه اللي موجوده بالفواكه، اللي موجوده بالعسل، بالزبيب، بالتمر، فانا شوي شوي حتى فيني انا صنعها يعني، بالنهايه انا بكون لما انا صنعها بالبيت بكون عارفانه شو حاطه جواتها، بكون عارفانه شو صرت مشبعه اصلا من الحلو. هلا دائما عنا في شيء انه لما انا بعمل مثلا طبخه معينه وقت شم الريحه، حتى اذا بتلاقي كثير بيلاحظوا في اشخاص انه لما هن يصير في عند الشخص اللي بيطبخ بصير في عنده سد للشهيه اوريدي من خلال انه هو يشم الريحه. صحيح. فبصير يعني انه دائما اذا بعمل هي اتبع هي الخطوات واعرف كيف هيك بهي الحاله انا بكون كثير يعني تخطيت امور انا سلبيه رح يصير. نعم اكيد. نور بدنا نطلب كمان من كل المشاهدين اي حدا حاب او عنده استفسار فيه اكيد يتواصل معنا على الرقم يلي عم يطلع على الشاشه. نور خلينا نحكي شو هي يمكن الاكلات يلي لازم نحن نبتعد عنها كليا لكل سيده عم تعمل ريجيم، او يمكن هلا في كثير ناس بيعتبروا انه نحن خلص عم نصوم هذا الريجيم، بس انه المساء وقت الاكل الكثير فظيع هو مثل ما ذكرتي من شوي فيه اذيه كثير للجسم. خلينا نحكي عن ابرز الاكلات يلي لازم ما نقرب عليها ابدا. هلا احيانا بس بدي نوه على شغله، اول شيء انا حكيت فيها هي الخمول، فانا حاربطها مع بعضها. اوكي. شخص مثلا صايم كل الفتره واجيت انا اخذت وجبه واحده، وجبه دسمه جدا، فشو بيصير انا عندي بالجسم؟ نحن الدم كله بيتركز وين؟ بالمعده، فانا خلص بحس حالي دائما تعبان، فلما انا اكون عندي تقسيم صح لوجبه الفطور حتى مثل ما حكينا المره الماضيه انه يكون في عندنا نبلش من الخفيف للاكثر، دائما قلل المقالي، وحتى اذا على فرض انا جاي على بالي اكل مقالي، انا دائما ما بعتمد على فكره انه انا بمنع الشخص تماما عن اكلات معينه، لا فيك تاكل كل شيء ولكن بطريقه صحيحه. يعني هلا المقالي مثلا ممكن خفف كميه الزيت، انا ممكن انا اخذ عواد مقليه مشويه، في عندي كثير افكار انا ممكن اعملها، اذا بدي بعد تماما فيني بعد، بدي خفف المقالي، بدي خفف اللي فيه مثلا يكون فيه دائما يكون مثلا على فرض في توابل كثير، في ملح وصوديوم كثير، لانه انا شو حيصير في عندي؟ نحن من خلال فتره النهار عم يصير عندنا فقد بالسوائل وبالتالي عندنا فقد للاملاح المعدنيه اللي بجسمي. نعم. فانا شو بده يصير عندي انا من خلال فتره من الافطار للسحور انا بدي اعوض هي السوائل وهي الاملاح وهي هذا كله، فهذا الشيء دائما على التغذيه الصحيحه بالعالم. نور نحن معنا اتصال من خالد من الشام. الو صباح الخير خالد. يسعد لي صباحكم. يا اهلا وسهلا فيك، شو بتحب تسال نور؟ بدي اسال شو اريح شيء اذا بده الواحد يتصحى وما يتداعي على الصبح بكير. اوكي. يعني شو اريح شيء على المعده انه الواحد يتسحر انه اريح شيء وانتع شيء وما يتداعي بالله. شكرا لاتصالك خالد، يمكن هالنقطه بتهم كثير من الصائمين وبيركزوا عليها.
اذا بدنا نتسحر نحن فينا نسحر شيء مثلا من حواضر البيت مثل مثلا لبنه جبنه، ما يكون الوجبه دسمه نهائيا، لانه انا اذا بدي اكل وجبه يعني مو يكون البقيان من الفطور منتسحروا لا لا يعني نوي هي مستحيل، يعني انه انا اجي اخذ بصير كثير عندي انا تخمه، بصير عندي تلبك معوي. ولكن بدي ركز على قصه انه نحن احيانا بيكون في عنا حالات مرضيه، يعني هلا الشخص المتصل، فانت اذا معك على فرض نحن كمان حاعطي اكزامبل انه معك كولون عصبي، مع متلازمه الكولون العصبي، فانا اجي مثلا يتسحر هو فول، ممكن يكون هو عنده حساسيه، فانت ادرى شخص بالشغل بالاكلات اللي انت ممكن تتحسس منها او الاكلات اللي ممكن انت تضايقك. صحيح. فانه انت مثلا على فرض هو شو انه ممكن ياخذ، بده يدخل دائما، يحاول انه يدخل الفواكه بما فيها انه هي غنيه بالالياف، دائما يبدل مثلا الخبز الابيض بالخبز الاسمر الحبه الكامله، لانه هي فيها كميه من الالياف، بالتالي نحن بصير في عنا صعوبه بالهضم بالمعده، وبتضل اكثر وقت لحتى انا احس انه والله انه خلص يعني الطاقه بتضل معي فتره طويله. نعم، شكرا كثير لاجابتك نور، ان شاء الله يكون خالد استفاد. وهلا أكيد رح ننتقل مع اتصال جديد من السويدة مع ماجدة. صباح الخير يا ماجدة. صباح النور، أهلا وسهلا، كيفك؟ رمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا رب. أهلا وسهلا. وعليك يا رب ماجدة. إذا عندك أي استفسار لأخصائية التغذية تفضلي. تفضلي ماجدة. ماجدة بعد معنا ولا انقطع الاتصال؟ انقطع الاتصال للأسف. رجعي حاكينا ماجدة لحتى نرد عليك أي استفسار. نور، موضوع المي وشرب المي كان له كتير أهمية كبيرة عند الصائم اليوم، يمكن بتزيد كمية المي اللي بنشربها بالإفطار وحتى بالسحور نظرة منا، ويمكن هي عادة خاطئة أنه نحن عم نخزن المي لحتى ما نعطش بقلب النهار. قديش هالفكرة صحيحة، وشو بيقدر الواحد كيف بيقدر يخزن المي بجسمه؟ هلا خطأ أنه أنا أجي أخذ على السحور مثلا قنينة بقين وبلش أنه أخذ أنا هي الكمية من المي، ما رح يعني اول شيء بده يصير عندي انا مشاكل بالكليه، حيكون في انهاك للكليه، ما حيكون في عندي انا تصريف صحيح للمياه مثلا اللي هي مالها بجسمي بحاجته. انا بدي اقسم دائما المي تقريبا من 8 ل 10، طبعا بتختلف على حسب طبيعه عمل الشخص، فشخص واقف على الفرن انا ما فيني اجي اقول له والله بس اخذ مثلا من 8 ل 10، شخص بيلعب مثلا في عنده سبورت، في عنده انا في عندي نشاط بدني معين، فهو عم يخسر كميه من السوائل والمي، انا ما فيني اجي اقول له لا بدي دائما بدي كتر الكميه، طبعا بتختلف هي الكميه من رجل وانثى، ولكن هذا الشيء كمان بيلعب دور فيني اعطي شيء بالعموم اللي هو من 8 ل 10. نعم أطلع. خلينا يا نور نروح كمان من جديد عند ماجدة. صباح الخير ماجدة. صباح النور يا هنا، اهلا وسهلا فيكي، تفضلي اذا حابه عندك اي استفسار تسالي. اي والله. والله تفضلي. اي والله. بدي اسال بس اخصائيه التغذيه، هلا انا ما بشرب مي كثير، فيني اعوضها مثلا بسوائل مثل المتسي مثل الشاي لنفرض. نعم، شكرا كثير لك ماجدة، وهلا اكيد رح نجاوب على سؤالك، ميرسي لك. هلا اكيد لا صراحة مستحيل مي. خاصة مي سك لازم. لا لا المتة مستحيل، لأنه المتة أنا بالعكس بس لخبرها يعني أعطيها هيك سربرايز حلوة، إنه إذا أنا أخذت كثير كمية من المتة أحيانا بصير في عندي حصر بول، في عندي إنه فيها نسبة حتى هي من الكافيين عالية، هي بتعمل إدرار حتى بول يعني، فانا ما فيني انا اجي اخذ مثلا متع عواض المي ما في، لانه هي بتختلف تماما عن التكوين، دائما نحن بدنا مي صافي، ولكن ممكن نحن نقول انه المي اللي بالفواكه والخضار ممكن شوي يتعود اما انه المي مي. لهيك يفضل يمكن بوقت السحور لازم نكتر يمكن من الفواكه والخضروات لحتى يكون عندنا كميه كافيه من المي. تمام. وايضا يمكن شرب المي ببدايه الافطار قديش له اهميه انه يبلش الواحد افطاره بكاسه مي؟ ضروري جدا، انا لانه انا عم بعمل مثل رساله، انا عم بعطي اس ام اس للدماغ انه انا بلشت انا ادخل الاصناف الغذائيه للجسم، بلش دائما انا انه ارفع نسبه الانسولين بطريقه صحيحه من خلال التمر والمي، طبعا من خلال انه انا اعطي سوائل. نعم اكيد نور، كمان يمكن في كثير تساؤلات بتنطرح على بال كل حدا، وخاصه يمكن الحدا يلي بيعاني من مرض ولا
رح يصوم، في امراض كثيره يمكن نحن فينا نعالجها من خلال الغذاء الصحيح هذا الشهر، يمكن في كثير عالم ما بدهم يصوموا يعني حتى لو بياخذوا ادويه. خلينا نحكي عن هاي الحالات المرضيه، نحن شو هو الاكل يلي او الشرب يلي لازم يمكن نضل كل فتره الافطار بمتداول اليدين لحتى شوي نعوض بدل الدواء؟ هلا تماما تغيير تماما ما في عنا، غير في عنا متلازمات اللي هي ممكن تلعب بهي الموضوع. مثل عنا مثل ما حكينا على الكولون العصبي ممكن يلعب دور، حساسية اللاكتوز كمان، حساسية اللاكتوز للحليب، ولكن ما ممكن هي في عنا تغذية علاجية لمرض معين، ولكن هي بتجي من العوامل المساعدة وليس من العوامل الرئيسية. يعني ما بيكون أنا عندي العامل الرئيسي هو الغذاء، لا بيكون هو من العوامل يعني اللي بتساعد على العلاج. دائما بدنا نكثر على الافطار الخضروات اكثر من انه انا اكثر المقالي مثل ما حكينا، او كثر انا شيء فيه كثير بهارات وتوابل، او في مثلا حد كثير، لانه كثير في اشخاص بياخذوا حد بس ما بيحسوا انه هو بصير في عنده شخص عطش كثير، بصير بيعطش كثير او بياثر على معدته او بيعمل مضاعفات. تمام، وبرجع بكرر على موضوع انه كل شخص المفروض يعرف انه هو شو الاصناف الغذائيه اللي هو بيتحسس منها. دائما انا مو اقول يعني، انا في للاسف كثير في اشخاص بيقولوا يلا انا بسمي بالله وباكل، يعني ما في عندي مشكله خلاص يا جماعه انه انا يعني عاديه يعني ما في مشكله ابدا. لا انا ما بصير هيك، لانه انا اللي بكون عم بعمل يعني هاي المشكله بجسمي. نور، يعني بشكل عام لكل حدا يلي حابب يقرر انه يعمل ريجيم وينزل من وزنه بشهر رمضان المبارك، انت بتنصحيهم انه يقوموا بهالخطوه خلال هالشهر الفضيل او ينتظروا لبعد شهر رمضان؟ لا بالعكس، جدا جدا ضروري. انه انا دائما الاشخاص اللي بيجوا لعندي بقول لهم انه لا يعني انه بليز خلينا نكمل برمضان، لانه كثير في عنا عوامل بتساعدني على هذا الموضوع، من اهمها انه انا كشخص انا خلص صار في عندي انا كنترول على شيء معين، انا اوريدي انا صايمه، اوريدي انا ممنوعه من شيء معين، فانا خلص يعني انه بهذا الشيء انا في عندي عوامل مساعده، فانا في عندي ساعات محدده المفروض انا استغلها بس بطريقه صحيحه اللي هي تعويض، انا فيني اقسم وجباتي بطريقه صح، دائما حاول اني ما اخذ على الوجبه الواحده كميه كثير كبيره، صغر الصحن تبعي لحتى انا دائما اذا لانه العين دائما بتشبع. يعني هلا ممكن انا احط مثلا زبديه وعبيها كامله، لما اقلبها على الصحن لاقيها انه هي بتعطي انه اريحيه يعني ما في مشكله فيها، اما اجي انا اعبي الصحن كامل ما رح يكون نفس الكميه. اكيد. نحن نور بدنا نشكرك كثير على هالمعلومات الصحيه اللي اعطيتي لنا اياها لليوم، نتمنى اكيد صيام صحي لكل الصائمين، واي حدا حابب يتبع انظمه غذائيه بنحب نركز انه يتوجه لاخصائيه تغذيه لحتى يكون نظامه صحيح وسليم ايضا. أكيد أكيد. شكرا لك. شكرا لكم.